قتل يوم بدر حارثة، العابد الزاهد الملازم للمساجد. فجاءت أمه أم الربيع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت شاكية باكية، قالت: يا رسول الله أخبرني عن حارثة، أين هو؟ في النار فأبكيه أم في الجنة؟ أم في الجنة فأفضح لما هو فيه؟ قال: يا أم حارثة، إنها ليست جنة ولكنها جنان، وإن حارثة أصاب الفردوس الأعلى. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون.